وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وروحا وريحانا يا رب. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مكسورا الا جبرته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله يا رب. يا ربي استحي ان اسألك وانا انا، ولكن كيف لا اسألك وانت انت؟ إلهي إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا. أنا المذنب، ولكن كيف لا أسألك وانت انت العفو؟ ان كانت ذنوبي لها حد وغاية، ان كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا رب يا رب لقد قيل لسفيان رضي الله عنه: اني اشكو مرض البعد عن الله. فقال سفيان للسائل: يا اخي، عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك باذن الله. استحي استحي ان اسألك وانا انا، ولكن كيف لا اسألك وانت انت؟
إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك. فرحا ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير وأنا واقف الآن بين يديك، وأنت في عليائك وكبريائك. بك أستجير ومن يجير سواك، من يجير سواك. فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. يا ربي يا ربي قد أذنبت فاغفر ذلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. أنت المجيب، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال زكريا في ندائه؟ وما هو التقرير الذي رفعه زكريا إلى رافع السماء بلا عمد؟ عن هذا السؤال أجيب بمشيئة مولانا مع الدرس السادس والخمسين والمئتين. ما هو التقرير الذي رفعه زكرياء إلى الله؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. معشر الإخوة الأعزاء، أذيع على حضراتكم خطبة اليوم على موجات إذاعة الرحمن، على موجات إذاعة الرحمن العاملة في سورة آل عمران ومريم والأنبياء. وما زال الإرسال يصل إلى حضراتكم من سورة مريم في سلسلة ذكرى موالد الأنبياء
قال ربي اني وهن العظم مني لماذا قال وهن العظم مني ولم يقل وهن عظمي وشاب لو قال وهن عظمي لكان الذي وهن يحتمل ان يكون بعض العظام دون بعضها الاخر لكنه لما قال وهن العظم فهل هنا تفيد الاستغراق والشمول اي وهن كل عظم والذي وهن العظم الذي وهن هو العظم والعظم هو الهيكل الاساسي والبناء الرئيسي للبدن فاذا ما وهنت اللبناتك من باب اولى سيهن غيرها لضعفك اذا كانت العظام القوية قد وهنت وضعفت فما بالك بغيرها ان الذي وهن مني هو العظم واشتعل الرأس شيبا ولم يقل واشتعل شيب الرأس لانه لو قال اشتعل شيب الرأس لكان المشيب يحتمل ان يكون بعض الشعر دون بعضه لكنه لما قال اشتهر الرأس شيبا شبه الشيب بالنار اذا اشتعلت في الهشيم لا تبقي منه ولا تضر اشتعلت كل الشعر اشتعل كل الشعر في كل الرأس تشبه الشيب بالنار ورمز اليها بشيء من خصائصها وهو الاشتعال على طريق الاستعارة بالكناية ومع ذلك مهما وهن العظم ومهما جلل الشيب سواد الشعر فانني لن اكون شقيا ما دمت ادعوك يا كريم ماذا تريد يا زكريا فهب لي من لدنك وليا هب لي من عندك من يلي امر شريعتك بعد موتي بعد هذا بعدما وخر العظم وبعدما اشتعل الرأس شيبا هب لي وليا من عندك يلي امر الشريعة بعد موتي ولكن يا رب العزة فماذا قال ربنا ردا على هذا التقرير الذي رفعه زكريا اسمع الى نداء مولانا جل في علاه يا زكريا انا نبشرك بغلام يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا اي لم نسمي احدا قبل ابنك بهذا الاسم ويكفيك فخرا وشرفا ان الذي سماه هو الله الله
لم يذهب زكريا الى السجل المدني، ولم يبحث زكريا في دليل التليفونات عن اسم مدرن، ولم يقرأ زكريا اسماء الممثلين والمطربين ليختار لابنه اسما حديثا عصريا. ان الذي سماه يحيى هو الله. يا زكريا، واسمحوا لي ان انتقل نقلة سريعة الى صورة آل عمران. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فمن اراد ان يرزقه الله الولد فليدعو بدعاء زكريا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. وانتقل بعد ذلك الى سورة الانبياء، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. نعم المبشر وهو الله، ونعم المبشر وهو زكريا، ونعم المبشر به وهو يحيى. لم نجعل له من قبل سميا. فماذا قال زكريا لرب العزة؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. هنا لا بد لنا من وقفة نقفها في صحن الأزهر، فإن الكثير من الناس عندما يقرأ تلك الآية الكريمة يقول كيف يقول زكريا لربه أن لا يكون لي غلام؟ أيستبعد على الله مثل هذا؟ لا. لكن مفتاح القضية يتلخص في هذه الكلمات. اعلم ان في اللغة العربية ادوات استفهام، وكل اداة لها معنى ومغزى ومبنى. ما اسم استفهام يستعمل لغير العقلاء؟ ومن اسم استفهام يستعمل للعقلاء؟ واين اسم استفهام يستعمل للمكان؟ ومتى اسم استفهام يستعمل للزمان؟ واي اسم استفهام يستعمل على حسب ما يضاف اليه؟ والهمزة اسم استفهام، حرف استفهام يستعمل للسؤال عن مضمون الجملة او تعيين احد الاشياء. وهل اسم استفهام يستعمل للسؤال عن مضمون الجملة؟ الهمزة غير هل. الهمزة يصح ان تسأل بها عن مضمون الجملة،
فتقول اجاء علي فانت هنا تسأل عن مجيئه، ويصح ان تستعمل لتعيين احد الاشياء، كما اذا قلت اتفسيرا قرأت ام حديثا، اما هل فانها حرف استفهام لا يستعمل الا لطلب مضمون الجملة، هل ذاكرت، ولا يصح ان تقول هل ذاكرت التفسير او الحديث، هذا خطأ. اذا اردت تعيين احد الاشياء فاسأل بالهمزة، واياك اياك ان تسأل بهل، فان هل لا يطلب بها تعيين، انما يطلب بها النسبة الواقعة بين الفعل وفاعله. ثم ماذا؟ الهمزة يصح ان تدخل على النفس، وذلك كما في قوله تعالى اولم تؤمن، قال بلى. اذا قال بلى معناها انا مؤمن، اما اذا قال نعم فمعناها لست مؤمنا، فهناك فرق بين بلى وبين نعم بعد الاستفهام والنفس. ومن هنا انتقل بحضراتكم الى ان يكون لي غلام، ان اسم استفهام اذا دخل على الفعل كان بمعنى كيف، فاذا دخل على الجملة الاسمية كان بمعنى من اين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم انى لك هذا، فانى هنا دخلت على جملة اسمية لك هذا، فمعناها من اين لك هذا. الجواب هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اما اذا دخلت على الفعل كانت بمعنى كيف، انى يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. فزكريا لا يستفهم عن القدرة او العجز، حاشا لله، لو كان زكريا يشك في قدرة الله ادنى شك ما قال لرب العزة فهب لي من لدنك وليا ولم اكن بدعائك رب شقي. ما دمت تعلم ان الله، وحاشا لله، ما دمت تعلم انه غير قادر فلماذا تسأل؟ لكن السؤال هنا عن الكيفية، ان يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام، يعني اتهب لي الغلام وانا هكذا كبير السن وامرأتي هكذا عاقر لا تلد، ام انك سترزقنا الغلام بعدما تعيدني شبابا وتصلح حال امرأتي؟ هل سترزقني الغلام بعدما تعيدني شبابا؟ هذا هو المسؤول عنه. يا رب اترزقني الغلام وانا شيخ ام شاب؟ اترزقني الغلام وانا شيخ قد زادت سنه على 90، ام انك ستعيدني الى سن 30 مثلا في زهرة الشباب؟ هذه هي انى
التي زلت فيها اقدام وتعثرت فيها اقدام. فماذا كان الجواب؟ اسمع الى الجواب من رب العزة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سهل ميسور ان ارزقك الغلام وانت شيخ قد وهم عظمه وشاب كل شعره. فارزقك الغلام وانت على هذه الحال. فقال زكريا رب اجعل لي آه. وهنا انتقل بحضراتكم الى سورة آل عمران. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي في المحراب في المسجد. وسمي المسجد محرابا لانه آلة حرب على الشياطين. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: اني لا هم باهل الارض عذابا، فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار صرفت العذاب عنهم. لولا اطفال الرضع وشيوخ الرضع وبهائم الرضع لصدفت عليكم العذاب صدا. اذا شاب شعر العبد اذا شاب شعر العبد نادى عليه مولانا، نادى عليه الله وقال يا عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فاني استحي منك. الله 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 استحي مني استحي مني فاني استحي منك. اذا بلغ عبدي 40 سنة كفيته شر البلايا الثلاث: الجنون والجزام والبرص. الجنون والجزام والبرص. فاذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. فاذا بلغ 60 سنة احببته للملائكة. فاذا بلغ 70 سنة حببت اليه الانابة اليه. فاذا بلغ 80 سنة كتبت له حسناته وطرحت عنه سيئاته. فاذا بلغ 90 سنة نودي في السماء وقيل هذا اسير الله في ارضه وشفع يوم القيامة. فاذا بلغ ارسل العمر كتبت له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات. فاذا بقيت له سيئات القيتها عنه حتى يلقاني كيوم ولدته امه.
ملح، انها رطب في جيش الرحمن. لا اقول رتبة الجندي ولا العريف ولا الرقيب ولا المساعد ولا الملازم ولا الملازم الاول ولا النقيب ولا الرائد ولا المقدم ولا العقيد ولا العميد ولا اللواء ولا الفريق ولا الفريق الاول ولا المشير ولا الملك، لانها رتب من مالك الملك وملك الملوك. الله، من بلغ في طاعة الله 40 سنة، خدمة 40 سنة في طاعة الله، قضاها طاهر الذيل طاهر اليدين والعينين واللسان والأذنين. الله وضع على صدره وساما يسمى وسام الوقاية من شر الامراض، الجنون والجذام والبرص. فالجنون آفة عقلية، والجذام آفة تتساقط منها الاطراف، والبرص آفة جلدية، وهكذا. كلما زاد 10 سنوات في طاعة الله زاده الله رتبا ورقيا، يحاسب حسابا يسيرا اذا بلغ 50. اتدرون ما الحساب اليسير؟ عندما تتطاير الصحف ياخذ صحيفته بيمينه فتنظر الملائكة في صحيفته وتقول له هنيئا لك الجنة، دون سابقة حساب ولا عذاب. وهكذا يترقى الحديث القدسي الذي رواه الامام الترمذي الى ان يبلغ العبد 40 عمرا، وعندئذ يكتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات مضاعفة. فاذا بقيت هناك سيئة القاها الله عنه حتى ترفع الصحيفة يوم القيامة بيضاء لا شية فيها ولا غبار عليها. اخ الاسلام، اين نادته الملائكة في المحراب؟ وماذا كان يفعل؟ قائم يصلي، قائم يصلي. ان الله يبشرك بيحيى، فكيف تجمع بين الموقفين؟ صورة مريم تفيد ان الذي بشر هو الله، يا زكريا انا نبشرك بغلام، وصورة آل عمران تفيد ان الذي بشر هم الملائكة، فكيف الجمع بين الموقفين؟ الجمع بين الموقفين ان زكريا لما دعا الله رد عليه الله قائلا يا زكريا انا نبشرك بغلام، فلما اقترب زمان الوضع ارسل الله اليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. الكلمة هو المسيح ابن مريم. كانت مريم حاملا في المسيح، وكانت ام يحيى حاملا في يحيى، ويحيى ابن خالة المسيح، وام يحيى اسمها ايشاع، وام المسيح اسمها مريم. مصدقا بكلمة من الله، اي ان يحيى سيصدق برسالة المسيح، والمسيح كلمة، ومعنى كلمة ان الله خلقه بكلمة واحدة
وهي قوله كن فيكون. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فعيسى خلق بالكاف والنون كما خلق ادم بالكاف والنون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. كن فيكون. فماذا قال زكريا لربه؟ قال رب اجعل لي آية. فماذا قال له ربه؟ ايها الاخوة الاعزاء، اراني قد اطلت وعقارب الساعة تزحف علي حثيثا حثيثا، فحتى لا يضيع الزمن من يدي فانني اؤجل هذه الاجابة حتى اجلس جلسة للصراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطاؤون خير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأماجد، انتقل بحضراتكم الان الى بيت نبي الله زكريا ابي يحيى. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة ودليلا على ان امرأتي حملت بيحيى. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. انتقل إلى سورة آل عمران. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. الليالي في مريم والأيام في آل عمران، ومع الآيتين يجمع الله الأيام والليالي، اي انك يا زكريا سيمنع لسانك من الكلام ثلاثة ايام. فاذا رأيت لسانك قد احتبس عن الكلام ولم تستطع الكلام الا بالاشارة، فاعلم بان الفرج قد جاء من رب القدرة. ولكن يا رب كيف اصلي؟ كيف اقول الله اكبر؟ كيف اذكرك؟ كيف اشكرك ولساني محبوس؟ قال له رب العالمين: ان
رسالك سيحبس عن الكلام مع الناس فقط، اما معي فسوف يكون لسانك كما هو. ولذلك قال له بعد هذه الآية: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن لسانك سيحبس عن الكلام مع الناس في كلام الناس، اما اذا اردت ذكري وشكري والتقرب الي فلسانك سيسيل منه الذكر كما يسيل ماء السحاب من اعلى قمم الجبال. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، اي اشار اليهم، ان سبحوا بكرة وعشية. وبعد ذلك يطوى الكلام عن زكريا ليرفع الستار عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعزيمة وصدق، واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، حنانا رحمة من عندنا وزكاة، اي نقاء وصفاء وتقوى، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. من هنا حدثنا القرآن عن مولد يحيى، لأن أباه قد بلغ من الكبر عتيا، ولأن أمه كانت عاقرة، فإذا ما جاء من الكبر وجاء من العقم، إذا ما جاء من الكبر والعقم يحيى فإنه آية من آيات رافع السماء، آية من آيات الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا ليتنا نقول هذه الآية لشبابنا، يا ليتنا نقول لشبابنا: يا شباب محمد خذوا القرآن بقوة، خذوا تعاليم الله بقوة. يا ليت اعلامنا وبيوتنا ومدارسنا ومساجدنا تقول لشباب محمد: يا شباب محمد خذوا القرآن بقوة. القرآن خذوه بقوة. وعندما اقلب الطرف في خريطة الامة الاسلامية ارى الامة كادرة عن تعاليم ربها، مقصرة في اداء حقوق نبيها، ارى دماء العرب والمسلمين تسيل بايض العرب والمسلمين. ان الامر الذي احب ان اؤكده وازيده توكيدا وتوضيحا، ان روسيا وامريكا اتفقتا على ان يحطما امة محمد. هذا اتفاق دولي في عهد الوفاق، استغفر الله، بل في عهد العناق والنفاق. فمنذ 7 سنوات صممت روسيا على ان تضرب الباكستان
ضربة تقصم فقار ظهرها، فسلطت الهند الوثنية التي تعبد البقر، سلطتها على باكستان فضربتها وقسمتها الى باكستان الغربية وباكستان الشرقية بنجلاديش. والان وفي هذه الايام التي تمر بنا، روسيا مصممة على ان تضرب الصومال المسلم ضربة قاصمة كما ضربت باكستان، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ جندت عملاء لها في منطقة المسلمين. التاريخ يعيد نفسه، تاريخ ضرب باكستان يعيد نفسه في الصومال، والأمة غافلة غافية نائمة سكرى سكرى، شربت الكأس حتى اكتمالها ولا تفكر في مستقبلها مقدار قدم واحد. اليمن الجنوبية تمد اثيوبيا الكافرة برجال يقاتلون المسلمين في الصومال، وليبيا المسلمة العربية تمد اثيوبيا ايضا بسلاح وعتاد بدون حساب، فسلاح المسلمين يقتل المسلمين ورجال المسلمين يقتلون المسلمين في الوقت الذي يجري فيه اشتباك بين جيش سوريا وجيش لبنان، ويقع بين الفريقين 150 قتيلا، لا اقول شهيدا وانما اقول قتيلا. وهذا هو حصاد الدكتاتورية. ما ابتليت دولة بثورة الا ارخى الله عليها سدول الظلام، ما ابتليت دولة بثورة الا كان بأسها بينها شديدا، والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. لو كنت مكان حافظ الاسد لاغلقت الباب على نفسي وظللت ابكي حتى القى الله. حافظ الاسد اياما نفسه كان وزيرا للدفاع، النكسة جرت على يديه ومع ذلك ما استحيا من الله فاعلن الحرب على الاسلام، بحيث من يقول في سوريا لا اله الا الله فالحديد والنار هناك. وحافظ الاسد كان فريقا رجل عسكري، ومع ذلك كان وزير دفاع ولم يحسن الدفاع، واجرى الله النكسة على يديه هناك كما اجرى النكسة هنا على يدي شمس وعبد الحكيم وسيدهما الاكبر. ومع ذلك ما استحيا شمس من الله، ان شمس النهار تصاب بالكسوف، اما شمس بدران فليس عنده كسوف. لو كان هؤلاء عندهم حياء من الله لجلسوا في حجرات مغلقة وبكوا بدل الدموع دما على ما قدموه من دماء تجري. ومات عبد الناصر في القاهرة ولكنه ظهر في بني غازي. ظهر الامين هناك بعد مات المعلم هنا. مات المعلم هنا ولكنه ظهر هناك في بني غازي.
وماذا يريد حكام ليبيا؟ يريد ان يثيروها حربا طاحنة على الحدود الغربية. فالحدود الغربية هناك على وشك الانفجار مع مصر، والحدود الشرقية هنا في سيناء على وشك الانفجار، لان اليهود ليس لهم عهد، لهم ذمة. ومن اراد الادلة على ذلك فليسمع. عبر اليهود مع موسى بعدما عبروا البحر وما زالت اقدامهم مفتلة بماء البحر، بعد اذ نجاهم الله من الغرق، ماذا قالوا لموسى؟ هل قالوا لموسى تعالى لتصلي بنا ركعتي شكر لله؟ لا. اذا فماذا قال؟ اسمعوا. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. اقرأوا القرآن حتى لا تضلوا. واقدامهم مبتلة بماء البحر الاحمر، وبدلا من ان يقدموا لله ركعة شكر قالوا يا موسى اجعل لنا اله، اله غير الله. قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابريكم الها وهو فضلكم على العالمين، واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم ماذا؟ ذهب موسى ليتلقى الالواح وفيها الاحكام من رب العزة، ورجع الى بني اسرائيل بعدما غاب عنهم 40 يوما، فوجدهم صنعوا حجلا يعبدونه من دون الله. ثم ماذا؟ اخذ 70 رجلا من خيرة رجالهم وقال لهم تعالوا لنقدم المعاذير الى الله، بعدما عبدتم العجل واشركتم بالله. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما ذهب على رأس 70 وناجى موسى ربه قال له 70 رجلا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اختار موسى قومه 70، هؤلاء هم الممتازون المخلصون. اختار ما ادراك ما الاختيار. مع ذلك قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. فانزل الله عليهم صاعقة من السماء فقتلتهم جميعا. فقال موسى يا رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ماذا اقول لقومي اذا رجعت اليهم وحدي وليس معي 70؟ ليس معي 70 الذين اتيت بهم من هناك، ماذا اقول؟ انا حائر يا رب. اتدرون ماذا حدث؟ فاحياهم الله له بعدما اماتهم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة يا بيجن؟ ماذا كانت النتيجة يا ديان؟ ماذا كانت النتيجة يا شارون؟ ماذا كانت النتيجة يا عثمان؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء هم اليهود، مكتوب على جيش مصر ان يظل في رباط وجهاد الى يوم القيامة. لا بد من بناء قوة تعلم ان النصر من الله. الحدود بيننا وبين ليبيا على شفا جرف انهار، والحدود في سيناء هشة لا تقوى امام ضربات المطارق، والحدود في عمقنا الجنوبي في القرن الافريقي حرب مندلعة. حتى ان كينيا التي امددناها في الماضي وزودناها تحتجز طائرة مصرية مجاملة لاثيوبيا، مجاملة لها. ان الكفر كله قد اجمع امره وشركاءه على حرب محمد. استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا يا دول البترول، ادوا زكاة بترولكم في صندوق الجهاد. فكلما حصد الزرع وهو لا يزال في اجرانه فعلى الزارع ان يخرج نصف عشره، وعلمنا ان على التجارة زكاة هي ربع العشر ايضا. فاذا مر عام على محل التاجر فعليه ان يجرب بضاعته ويضيف اليها المال الذي عنده في محله الذي باع به، وبعد ذلك يخرج ربع العشر عن كل ما يملك من التجارة. وربع العشر عبارة عن 5 تعريف على كل جنيه كل سنة، لا تزيد عن ذلك. الدمغة تزيد كل يوم حتى بلغت 15 قرش. اما الله فنسبة الزكاة عنده ثابتة لا تتغير، لا تتغير. اما زكاة البترول ومعادن الارض كالنحاس والمنجنيز والقصدير والرصاص وغير ذلك مما يستخرج من الارض، فزكاته تسمى زكاة الركاز، وهي خمس ما يخرج من الارض. فاذا كانت دول البترول تخرج يوميا 100 مليون برميل مثلا، فال100 برميل يخرج منهم 50، يعني 20 مليون برميل. فمثلا اذا كانت هناك دولة تخرج كل يوم 20 مليونا من براميل البترول، فخمس العشرين مليون 4 ملايين كل يوم، 4 ملايين برميل من البترول كل يوم،
لو اننا اخرجنا زكاتها لله واقمنا بها المصانع ووضعنا السلاح في ايد موحدة في ايد تقول لا اله الا الله وحركناها تحت لواء لا اله الا الله لا تحت لواء الاشتراكية ولا الشيوعية ولا الرأسمالية ابتليت الامة برجال لا يحملون عقولا في رؤوسهم انما يحملون دجلا وداريجا رب الشباب على العقيدة الميادين قد فتحت الارض تحت اقدامنا تهتز وتميت ونحن هنا ماذا نفعل اسمع يا سيدي يصر التلفزيون المصري ان يقدم اليوم بمناسبة ذكرى مولد الرسول محمد يقدم ذلك يقدم السيرة النبوية لابن هشام او ابن اسحاق يقدم تفسيرا لصورة الاحزاب حيث بيوت امهات المؤمنين التلفزيون المصري يقدم اليوم فيلم المزيكا في خطر المزيكا في خطر والى متى سنظل في المزيكا ان المزيكة ليست في خطر ان الاخلاق هي التي في خطر الاخلاق في خطر شركة ايديال في خطر خسائر ب2 مليون جنيه اندلعت النار ولم يقوى على اطفائها لا مطافئ الجيش ولا غير الجيش وظلت سيارات المطافئ تفرع الى هناك كأنها اصيبت بجنون والمياه تحاصر ولكن ظلت النار في طريقها تمشي رويدا رويدا بكل ثبات ووقار حتى جعلت مخازن البلاستيك حصيدا كأن لم تغن بالأمس وانتهى مال من حرام لا بد ان يضيع في الحرام الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع كان رجل يركب البحر ومعه قرد واخذت السفينة تمخر عباب الماء وقد وضع الرجل دراهمه امام القرد فاخذ القرد درهما فدرهما يرميها في البحر والرجل لا يمنعه والقرد ياخذ حتى القى نصف الدراهم في الماء ثم جلس القرد مطمئنا فسأل الراكبون هذا الرجل ما شأن هذا القرد يلقي المال في البحر وانت ساكت والمال مالك ولماذا لم يلقي المال كله انما القى نصفه فقال لهم الرجل اني اعلم ماذا يفعل القرد انا تاجر لبن واغش اللبن بالماء وبعت اللبن بهذه الدراهم فاخذ القرد ثمن الماء فالقاه في الماء وابقى لي ثمن اللبن الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع والظلم لا يدوم واذا دام دمر ليست المزيكا في خطر انما الاخلاق في خطر انما سيناء في خطر انما الصومال في خطر علموا الناس كتاب الله
ما كان يليق بإذاعتنا. يا وزير الإعلام، أيليق بالإذاعة أن تقدم لنا سيرة أبو زيد الهلالي ولا تقدم لنا سيرة محمد بن عبد الله؟ أجبني بربك، أجبني بربك، إني سائلك ومحملك المسؤولية أمام من لا يغفل ولا يموت. أيليق بإذاعة مصر أن تقدم لنا كل ليلة سيرة أبو زيد الهلالي بصوت مؤلف الأغاني؟ وإني لا أنسى هذا الذي يقدم السيرة كل ليلة، سيرة أبو زيد الهلالي، اعتقل معنا أياما ونحن في سجن طرى، اعتقل على ذمة الشيوعية، فسمعته ينعى حظه ويقول لمن حوله: أمصر هذه بلد تستحق الخدمات؟ فقلنا له: وماذا تقصد من هذا السؤال يا سيد عبده؟ فقال: أتعتقلني مصر وأنا مؤلف أغنية تحت الشجر يا رهيبة؟ سبحان الله، سبحان الله، شيء عجيب، شيء عبقرية، عبقرية فزة. أينشتاين وهيبة، أينشتاين وهيبة يعتقل وهو مؤلف تحت الشجر؟ صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر، وقلنا: غدا أو بعده ينجلي الأمر. فكان غد عمرا، ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الظهر. وقلنا: عسى ان يدرك الحق اهله. فصاحت: عسى من لا ولا طعمها مار. عجبت لمصر، عجبت لمصر تهضم ليس حقه وتسخر بالسنور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. عجب، أتعتقل مصر المؤلف العبقري مؤلف تحت الشجر يا وهيب؟ اعتقل أياما لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، مؤلف تحت الشجر اعتقل أياما، ومؤلف تفسير في ظلال القرآن سيق إلى حبل المشنقة وما نفعته شفاعة الشافعين. ويحق يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. يا معشر السادة، اعرفوا لايام رسول الله قدرها، اعرفوا لها حقها. نظفوا الناس شهرا في شهر ربيع، قدموا لهم الدين بمناسبة صاحب الذكرى، قدموا لهم وجبات التفسير. كفانا حربا مع الله، كفانا حربا مع الله. حريق يشب في مخازن إديان، وحريق آخر يشب في مخازن التموين في جروبي، وقطاران في خط حلوان يصطدمان، وبعض 10 دقائق يصطدم قطاران اخران، وسيارات تحمل القطن من دمنهور الى الاسكندرية، 12 سيارة محملة بالقطن للتصدير، تشتعل فيها النيران فتأتي على اخرها. أهذا كله يأتي صدفة؟ ان الصدفة لا تتكرر، كما تعلمنا انه لابد هناك من يد سوداء تدمر اقوات المساكين
تدمر اقوات الشعب الذي ينهد على رغيف العيش. ان هناك تسيبا، وان لم يكن هناك تسيب فهناك اهمال، وان لم يكن هناك اهمال فهناك لا مبالاة. واذا وصلنا الى مرحلة لا مبالاة فلتبكي علينا البواكي. ارجعوا الى الله، اصطلحوا مع الله، اعقدوا معاهدة صلح مع الله. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الامور. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم احد قلوبنا، اللهم ارفع راياتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. امن اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. واحد قل لا اله الا الله. ما هو الذكر الشرعي؟ الذكر معناه استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد المؤمن. الذكر معناه انك تستحضر عظمة الله في قلبك. كأن الذكر مش هو بس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا، ده الذكر حاجات كثيرة. كونك انت دايما مستحضر عظمة الله وجلاله قلبك، اهو انت ذاكر لله. امال ايه؟ الذكر على 7 انواع. ايه الانواع السبعة؟ قبل ما تسمعهم سمعنا الصلاة على رسول الله. ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر البدن الوفاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. سمعنا الصلاة على الحبيب. لأن المسألة مش مسألة بقى يعني نقف كده بقى نتنفخ قفزات رأسية هو هو هو. يا شيخ، يا شيخ، ده النبي مرة دخل لها واحد بيصلي وإيده بتتحرك، قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ادخل بالك، خد بالك بس. وبعدين
ما تقولش بقى ده يعني، لا ده انا بجيب لك القصه من عند النبي. انا بشتغل عند النبي، انا خادم للنبي. الجوابات اللي بيبعتها النبي بقول لك تعالى نفتح الجوابين اللي النبي فتحهم النهارده وشوف النبي بيقول ايه. الذكر الشرعي اللي ربنا يثيب عليه ويدي الاجر عليه ان يكون فيه عداد نور متصل بالقلب بصفه مستمره.